أمينة زميلتنا الجديدة في الأوضة. هاي. أهلا. سريرك أهو يا أمينة. أنتِ منين؟ من طنطا. وأنا من اسكندرية. صحيح. ومادموزيل ألفت برضه من اسكندرية؟ مادموزيل؟ لا أنا من مصر. بس بوبي متجوز وعايش في المعادي. ومامي عايشة لوحديها في مصر الجديدة. وأنا بقى باخد حريتي هنا. أنت هتفضلي قاعدة كده؟ ما تقومي تغيري هدومك ولا مكسوفة؟ لازم جسمها مش حلو. أنت مخطوبة يا أمينة؟ لا. ليكي بوي فريند؟ لا طبعا. أحسن. خليكي كده منطلقة زينا. لا انا هبقى اوصلكوا واسيبكوا ونتقابل بعدين. احنا رايحين فين؟ انت مش كان نفسك تشوفي سناء كامل؟ رايحين لها دلوقتي؟ طبعا هخليكي تشوفيها وهي بتفنن.